ربيع الأسمر دعيت؟ هلا انا من جهتي اصلا يعني السوشيال ميديا ما حركت ابدا، ممكن الحق علي يعني، يمكن انا ما يعني انا ما اطلعت، ولكن انت معني بالقضيه الفلسطينيه والقدس يعني. ودائما يعني صوتك الى جانب القضيه. هلا اول شيء احنا مختصر يعني خلينا نحكي في الزبده مثل ما بيقولوا، مثل ما هي الاشياء. نحن دائما بنتخبى بخيال اصبعنا، منشوف الشغلة البسيطة من مرقة، الشغلة اللي فيها صورة مثل ما كنت عم تقولي حضرتك. أول شيء ربنا ما بيحب الشيطان الأخرس، هو الساكت اسمه شيطان أخرس. ربنا عزله من الجنة وكان يحكي، كان بلبل بليس، فكيف بس يكون أخرس؟ يعني مشكلة كبيرة أنك أنت تخافي على كرسيك، إلك ما قعد يوم لأيامي، كيف بدك تقابلي ربك؟ هاي وحدة. خافي على صفحتك، طيب بيضي صفحتك مع الله، عندك مظالم، عندك دفاع عن الحق، انت انسان انسان. فلذلك انا بوجه كلمتين مختصرين لاي فنان، كل واحد برسالته، ما دخل فنان بس يعني فنان مواطن، اي كل شيء، كل انسان عنده موهبه، عنده اي مؤثر على محبين على ناس، مفروض يحكي بهالموضوع وياخذ كلمه، ما ضروري يشجع القتل وضربوهم مثل ما ضربوا، لا خي ما، بس نحن هودي جماعة أصحاب حق، هودي مظالم، هودي أطفال عم تموت بأي شارع بأي دين بأي بيئة، بحق لهم يقتلوا أبرياء أطفال، هذا هو مفروض ناخد موقف. وقفت حفلاتك ربيع أو مكمل؟ لا أنا عندي حفلتين لغيته، عندي عرس، قال لي العريس بدي أتجوز، بدي أروح جوز وما بي، يعني شو بدي أعمل؟ يعني أمور إنك تتابعي شغلك، موضوع كيف صايم وعم تنام، صايم عم بعبد ربي وبنام، الله قال لي معلش نام، لازم اقوم اتعذب يعني. هون صلب الاشكاليه، عم بتقلي لغيت حفلتين ولكن عريس عريس بدي هلا وضع ربيع، ولا وضع ربيع ما بيقدر يعيش اذا ما كفى بيعبد. ايه انا عم اقول لها، عم اقول لها يعني الحياه استمراريه، انا ما في، ولكن اذا مرتاح، اذا وضعه مرتاح، اول سلامتك حبيبه قلبي، اذا مرتاح وضعه يلغي، واذا بيقدر كمان يتبرع. طب في كتير مرتاحين على وضع ضعف الإيمان.